جهزت بناتي وخرجت بناتي بشويه بشويه، شهر نعطي 200 وشهر نعطي 150 بلي كتب الله، ولكن هذا ما يساعدش العائله التونسيه مهما كانت التكاليف، شنوري باش تعوضوا لنا؟ قبل ما تنحي القرار هذايا عوضوا بحاجه ما احسن، حاجه ما خير، خاطر احنا ماشيين ونتطوروا مش ماشيين نوخروا للتالي. القانون هذا نوجهه للسيد الرئيس الحكومه باش ينظر للقلاله وينظر للي يتعامل بالفاسيليتي، وانا يساعدني كي ندفع 100 ما ندفعش 200 خاطرني كاريا ويعلم بيا ربي، فما حاجات تعوض شيء بشيء. خليونا نتعاملوا كيما كتب لنا ربي نكملوا العمر نتاعنا. يا اخي انا يساعدني باش ناخذ من عندك بزوز ملايين وتعمل لي كل شهر 200 الف، خاطر باش ناخذ تلفزه بزوز ملايين ما عنديش كونتون ما نكذبش. انا نتصرف هكاكا، انا حتى لبستي ولبست اولادي عندي بوتيك نتعامل معاها هكاكا. ماني يساعدني 150 200 الف في الشهر ما عنديش كونتون ما نجمش، ظروف تحكم سيد الرئيس. في تونس ابارتين من 2025 تم الغاء التعاون تشير داروتي، بالنسبه لي كنت كمواطنه اعطينا رد يساعدنيش. انا عندي ليتي وجهزتهم بالتقسيط من عند سي العلاني باب سويقه، جهزت بناتي وخرجت بناتي بشويه بشويه، شهر نعطي 200 وشهر نعطي 150 بلي كتب الله، ولكن هذا ما يساعدش العائله التونسيه مهما كانت التكاليف، شنوري باش تعوضوا لنا؟ شنو ربحنا احنا من الحكايه هذيا؟ كي انتوما ترجعوا فينا التالي مش القدام. باهي بالنسبه ليك انت شنو تنجم تكون حلول؟ انت قلتي عامل لنا حاجه اي قبل ما تنحي القرار هذايا عوضوا بحاجه ما احسن، حاجه ما خير، خاطر احنا ماشيين ونتطوروا مش ماشيين نوخروا للتالي. لكن هذا قانون؟ لا ما فماش القانون هذايا، ما نطبقوش علينا احنا كقلال لا يعلم بينا ربي. شنو يتوجه مثلا احنا اليوم شنو يتوجه اللي خدموا القانون؟ اكيد خدموه تحت اشراف السلطه، انت اليوم شنو تقول؟ القانون هذا نوجهه للسيد الرئيس الحكومه باش ينظر للقلاله وينظر للي يتعامل بالفاسيليتي، وانا يساعدني كي ندفع 100 ما ندفعش 200 خاطرني كاريا ويعلم بيا ربي، فما حاجات تعوض شيء بشيء. اليوم يقول لك عندنا برشا قضايا وعندنا عبيد في الحبس جرت الشكايه. ربي معاهم، اللي يستحق ربي معاه. انا ما نعملش ما نعطيش شيك جارونتي وانا ما عنديش حد شيء. نعرف كيش نتعامل معك الشركه هذيك ولا مع المؤسسه العموميه اللي مدت لي يد المساعده، نعرف كيش نخلصها كيش نتعامل معاها، والحمد لله يا ربي امورنا واضحه. فما شكون قال يلزم تصنيف معناها يعطيوه بشروط، اما القانون واضح يقول لك انه ابارتير من جان في 2025 ما عادش فما شيك جارونتي. ربي يهديهم ونحاولوا باش يتراجعوا في الحكايه هذيا، والا يعملوا ما احسن وما خير، خاطر بصفه عامه المواطن التونسي ديما مستحق، مش كون يمد يد المساعده. احنا نخدموا مراه وراجل وان شاء الله الكريه طالعه من 700 للمليون، صغارنا تقرب الفلوس لتديون، قالت المراه ما فماش فما 700 في الشهر ما لازمه، ويزيد احنا ما نلقاوش يد المساعده هذه مش معقول حتى طرف. معناها اليوم واحد كسر له تلفزه ما ينجمش كسر له تلفزه يحط لاولاده تابلو يقعد يعلمهم الرسم باش يرسموا. انت تقول القانون باش يمس كما باش يمس المواطن كما باش يمس اصحاب المؤسسات واصحاب الدكاكين والتجار الكبار والتجار الناس الكل، في مصلحه الناس الكل خليونا نتعاملوا كما كتب لنا ربي نكملوا العمر نتاعنا. يا اخي انا يساعدني باش ناخذ من عندك بزوز ملايين وتعمل لي كل شهر 200 الف، خاطر باش ناخذ تلفزه بزوز ملايين ما عنديش كونتون ما نكذبش. انا نتصرف هكاكا، انا حتى لبستي ولبست اولادي عندي بوتيك نتعامل معاها هكاكا. ماني يساعدني 150 200 الف في الشهر ما عنديش كونتون ما نجمش، ظروف تحكم سيد الرئيس.